في عقل الله ليس هناك ابدا موت، الحياة مستمرة والحياة أبدية. الموت المفاجئ أريد أن أوضحه. ماذا يحدث؟ هناك الأرواح السلبية أو الأرواح المعلقة. نركز الآن. مجموعة من هذه الأرواح المعلقة كانت تعيش في الأرض. أوكي، مجموعة من الأرواح المعلقة هي كانت تعيش في الأرض وكانت مثلاً حزينة قلقة ضجرة ضجرة تكره نفسها تشكي تغار ممكن هيك تحسد تحسد وغادروا الأرض وغادروا ماذا الأرض أصبحوا روح معلقة وبعدها عندما أصبحوا روح معلقه انقادوا بمعنى تحت سيطرة تحت سيطرة قوى سلبيه أعلى منها واضح؟ هذه الأرواح المعلقه الآن تقوم بعمل الموت المفاجئ تقوم بعمل اوكي بتطبيق بعمل انتاج احداث هذا افضل اعتقد احداث الموت المفاجئ ما هو السبب لان هذه الارواح المعلقه تعيش بترددات جدا سلبيه فتحوم تحوم هكذا تحوم حول حول الناس الذين اقصد الناس الذين يعيشون في كوكب الارض هذا الذي يحدث ممكن تكون عشره ارواح معلقه ممكن عشرين ممكن خمسه ارواح معلقه فتجد ممكن مثلا شاب او شابه ام دعونا نقول ام لثلاثه اطفال بعمر الشباب ويصبح لها او تحدث لها او يحدث لها يحدث لها موت مفاجئ ما هو السبب؟ السبب ان الارواح المعلقه سيطرت عليها في حين هذه الاخت لو فقط انها تطبق صلاه الضوء ولدينا ايضا تطبيقات اخرى كما وضحناها في الحلقه السابقه مثلا كسر صلاه الكسر يعني كسر صلاه الكسر صلاه الكسر فهي تستمر تعيش تعيش الحياة في الأرض بنجاح في غاية الأهمية هذا الذي نقوله أو بالعكس أيضا أو ممكن أختنا لديها يمكن نفرض مثلا ثلاثة أطفال وطفل منهم أوكي يترك الأرض أو ما يسمى يترك الأرض ما يسمى بالموت مثلا كان يكون غرق أو حادث سيارة ما هو السبب أيضا؟ الأرواح المعلقة وهي تعيش بقيه عمرها حزينه جدا فهي ايضا لو هي عرفت كيف تحمي اطفالها فممكن هذا الطفل لا يحدث له غرق ابدا ولا يحدث له حادث سياره صلاه الكسر ضد الموت المفاجئ الان نطبقها فكيف نبدأها؟ أولًا نتحد، نتحد بالضوء، يعني نقوم بتطبيق جلسة الصلاة الاتحادية، ثم صلاة الكسر ضد الموت المفاجئ، جاهزين شبابنا؟ أوكي، تتنفس تنفسًا عميقًا تاخذ نفس عميق من جهه البطن التنفس يكون تنفسا تلقائيا تنفس مره اخرى بهدوء تقول التالي ابارك نفسي ابارك حياتي ابارك ظروفي أمتلئ بالضوء الإلهي، أعيش في حماية الضوء الإلهي، الكون يباركني، الكون يحميني. أعلن أنا قوة كونية، أعلن أنا سلام كوني، أعلن أنا محبة كونية، أعلن أنا أعيش بترددات الضوء. اعلن انا اعيش بترددات الحب الابدي اعلن انا اعيش بترددات السلام الابدي امتلئ بطاقات الحمايه ضوء الكون يغطيني ضوء الرب يغطيني وترى جسمك ضوء وتقول تقول يعني ترى جسمك ضوء وتقول اعيش بوعي الضوء اعيش بض... اعيش بوعي الضوء اكرر شباب اريدكم ان تروا ان تروا يعني تبني صور البناء الايجابي انت ضوء وتقول اعيش بوعي الضوء اتغطى بالضوء أفكر من الضوء أرى من الضوء أنفاسي أنفاس الضوء الإلهي حياتي حياة الضوء الإلهي جسمي جسم الضوء الإلهي تكرر هذا جسمي جسم الضوء الإلهي روحي روح الضوء أفكاري أفكار الضوء كل خلية من خلايا جسمي هي خلية ضوئية أمتلئ بالضوء أتحد مع طاقة الضوء أعيش الضوء أعيش الفرح الأبدي أعيش السلام الأبدي طاقات الكون الخيرة تحميني طاقات الكواكب تحميني طاقة الأرض تحميني طاقات الجبال طاقات البحار تحميني وتحمي عائلتي ضوء الكون يغطي عائلتي ضوء الكون يغطي عائلتي ضوء الكون يحمي عائلتي وابني صور البناء الإيجابي عائلتك يعني ممكن أطفالك أقربائك يعني نرسل لهم طاقة الضوء نعلن تقول هذا أعلن عائلتي تعيش ضوء الكون أعلن عائلتي تعيش في حماية الطاقة الضوئية الأبدية تقول الآن لعائلتك امتلئوا بالحماية الكونية طاقات الملائكة تحميكم طاقات الكواكب تحميكم، طاقات الأرض تحميكم. طاقة الماء تحميكم. أعلن الحماية الأبدية في روح عائلتي، وفي أجسام عائلتي. وأعلن الحماية الأبدية في ظروفي، في جسمي، في عواطفي، في أنفاسي، في فكري، في بيتي، في المدينة التي أعيش فيها أعلن الحماية الأبدية ضوء الكون يحميني ويحمي عائلتي نعيش تقول هذا نعيش أنا وعائلتي الحياة الضوئية الكونية الاتحادية نستلم فرص عظيمة نعيش فرص عظيمة نعلن هكذا تقول نعلن الصحة الأبدية في حياتنا أنت وعائلتك نعلن أننا تقول هذا نعلن أننا نعيش الصحة الأبدية الكونية نعلن نحن ضوء الكون نعلن نحن سلام الكون نعلن نحن قوة الكون نعلن نحن جمال الكون نعلن نحن فرح الكون نعلن نحن في حماية الكون من أي ضربة سلبية الان تقول التالي باسم الرب العظيم تكسر كل روح موت فجائي في حياتي تنتهي يا روح الموت الفجائي انت ليست لديك سلطه علي اخرج ارجع الى الضوء باسم الرب العظيم تكسر كل روح موت فجائي او مفاجئ في حياة عائلتي تكسر 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 وتعيش عائلتي بالمحبة وبالصحة وبالسلام الأبدي تكسر من حياتي وحياة عائلتي أي حالة غرق أي حالة حادث سيارة أي حالة حريق أي حالة سرقة تكسر 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 باسم الرب العظيم تكرر الآن باسم الرب العظيم تكسر روح الموت المفاجئ من حياتي من جسمي من مشاعري من عواطفي وأعيش بعمر ابدي أعيش بعمر كوني أعيش بجسم عظيم بعواطف عظيمة بفكر عظيم بروح عظيمة بإسم الرب العظيم تكسر كل روح موت مفاجئ من حياة عائلتي يعيشون عائلتي بروح عظيمه بعمر ابدي بجسم كوني ضوئي بسلام ابدي في كل مشاويرهم وفي كل احوالهم وفي اي مدينه ينتقلون اليها يعيشون الحمايه الكونيه طاقات الملائكه طاقات الخير طاقات الاكوان طاقات الكواكب تبارك عائلتي تحميهم وتحررهم من سيطرة أي روح موت مفاجئ بإسم الرب العظيم بإسم الرب العظيم تكسر ترددات أو روح الموت المفاجئ من حياتي وحياة عائلتي آمين آمين آمين